بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة الكيمياء، مقرر كيمياء 3. احنا بصدد الباب الثالث اللي هو سرعة التفاعل الكيميائي. كنا تعرضنا سابقا يا أولاد لحسابات سرعة التفاعل الكيميائي، وبعدين خدنا حاجة اسمها نظرية التصادم، وآخر شيء وصلنا احنا مقارنة بين التفاعل الماص للحرارة والتفاعل الطارد للحرارة في ضوء نظرية التصادم. في عندك رسومات مهمة جدا، منحنيات خاصة بالتفاعل الماص والتفاعل الطارد، ومقارنة كاملة بين التفاعل الماص والتفاعل الطارد، على فكرة مهمة جدا، وحاجة اسمها طبعا طاقة التنشيط أو الطاقة المنشطة EA، وخدنا ايه العلاقة بين طاقة التنشيط وبين سرعة التفاعل الكيميائي. اتفقنا على شيء عشان نتعرض ليه الحين تاني، هيتكرر معايا تاني، انه كلما زادت طاقة التنشيط اللي رمزنا لها بالرمز EA كلما قلت سرعة التفاعل الكيميائي. النهاردة هنتطرق مع بعض الجزئية برضو مكملة للجزء بتاع سرعة التفاعل الكيميائي، اللي هي العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي. يعني ايه الحاجات اللي تزود سرعة التفاعل الكيميائي؟ هنذكر مع بعض تقريبا 6 عوامل هنشوف فكرة نتطرق ليها. اول حاجة يا ولاد اسمها طبيعة المواد المتفاعلة، وهنفسر كل النقاط بتاعت الست نقاط اللي انا بتكلم عليها. طيب يقصد بيه طبيعة المواد المتفاعلة، يعني كل ما كانت المواد المتفاعلة نشطة كيميائيا كل ما كان التفاعل اكيد ايه اسرع. في منطقية برضو في الكلام، يعني التفاعل الكيميائي المواد اللي هتتفاعل اذا كانت نشطة كيميائيا كل ما كانت درجة نشاطها اعلى كل ما كان التفاعل هيكون اسرع، اذا كانت اقل نشاط يبقى يكون التفاعل اقل سرعة او ابطأ. طيب يبقى مقصود بطبيعه المواد المتفاعله يقصد به درجه النشاط الكيميائي للمواد المتفاعله. طيب كل ما كانت الماده اكثر نشاط زي ما اتفقنا تكون اسرع في التفاعل. هناخد مثال هنا بقى، خلي بالك معايا. لو انت جبت انبوبه اختبار، ودي ان شاء الله هنعملها مع بعض في المختبر، فيها ماده نترات الفضه رمزها يا اولاد AgNO3. لو انت لماح معاك خليك معايا كده، AgNO3 نترات فضه، والمحلول بتاعها طبعا هندوبها في الميه ونحطها في انبوبه اختبار او في كاسه، انبوبه اختبار افضل، وهنحط عليها قطع من الخرسين او مسحوق من الخرسين او في صوره قطع او في صوره ايه بودره. يعني هيحدث تفاعل بين الخرسين وبين نترات الفضه. الخرسين يا شباب اكثر نشاطا من الفضه، فهيحل محله. يعني ايه حل محله؟ يعني زي ما خدنا احنا في اول ثانوي ان الاحلال بسيط، الخرسين هيحل محل الفضه، هتبقى تديك نترات خرسين ويترسب الفضه في نهايه الانبوبه من تحت. ده التفاعل الكيميائي، يبقى يترسب الفضه. طيب لو انت خدت انبوبه اختبار ثانيه فيها نترات فضه برضه بس ضفت لها نحاس بدل الخرسين، هيحصل تفاعل برضه، النحاس هيحل محل ايه؟ الفضه، ويترسب الفضه ويتكون نترات النحاس. بس هنا الفرق بين التفاعلين، هيكون تفاعل الخرسين مع نترات الفضه اسرع من تفاعل النحاس مع نترات الفضه. ليه؟ لان الخرسين ده اللي هو الزنك يا اولاد، زد ان الرمز حقته، هيكون اسرع من النحاس اللي هو رمزه سيو. ليه يا استاذ بتعرفها ازاي؟ طيب لان في حاجه اسمها سلسله النشاط الكيميائي، كنت اتطرقت فيها للصف الاول الثانوي في كيمياء 1، ان في حاجه اسمها سلسله النشاط، يعني ترتيب للعناصر من الاعلى نشاط الى الاقل نشاط. هتلاقي الخرسين اقل من النحاس، الاثنين انشط من الفضه بس الخرسين اكثر نشاطا من الفضه. تمام. طيب يبقى كده لما اقول لك علل احلال الخرسين مثلا محل الفضه اسرع من احلال النحاس محل الفضه، اقول له ان الخرسين اكثر نشاطا كيميائيا من النحاس اللي هو السيو. وده برضو يمكن شكل توضيح اولاد للتفاعلات بين النحاس مع نترات الفضه، خلاص، وهنا الخرسين مع نترات الفضة. طيب في المختبر طبعا يكون اوضح الكلام، وان شاء الله هنعملها مع بعض في المختبر بمشيئة الله. بالنسبة للنقطة الثانية التركيزي، بل البند الاول او العامل الاول من العوامل اللي بتوقف عليها سرعة التفاعل طبيعة المواد المتفاعلة، يعني كل ما كانت المادة اكثر نشاطا كلما كان زادت سرعة التفاعل. التركيز يعني كميات المادة، كل ما كتر تركيز المادة تزداد سرعة التفاعل، مع كل عوامل تزيد من سرعة التفاعل. خلاص؟ لان يعني زياده التركيز يعني الكميه، فبالتالي تزداد عدد التصادمات وبالتالي تزداد سرعه ايه؟ التفاعل. ناخد مثال سريع كده. لو انت جبت شمعتين، شمعه حطيتها داخل مخبار فيه اكسجين، او نكست مخبار اكسجين على الشمعه ومخبار اخر على شمعه اخرى مملوء بالهواء،
ايه الفرق يا استاذ بين الهواء والاكسجين؟ الاكسجين معناه تركيز 100%، لما اقول هواء معناها ان التركيز الطبيعي للاكسجين في الهواء 20% او 21%، تركيز الاكسجين في الهواء الطبيعي بتاعنا 21%. فانت تركيز الاكسجين في 100% هو اللي يساعد الاشتعال، من الخواص الاكسجين انه بيساعد على الاشتعال، فالاكسجين هيزيد من الاشتعال اسرع من الهواء. عشان كده التركيز كل ما زاد كل ما تزداد سرعه ايه؟ التفاعل. الشمعه تشتعل اكتر في حاله الاكسجين الصافي لانه تركيزه 100%. لكن لما اقول هواء، هي اساس تقصد بايه هواء؟ يعني الاكسجين فيها نسبه 20 في او 21%، يبقى اقل تركيز، يعني الاشتعال هيكون اقل في الشمعه، هنا شمعه وهنا شمعه غير. العامل رقم ثلاثة اللي هي مساحة سطح المواد المتفاعلة، كل ما كانت المواد المتفاعلة لها مساحة سطح أكبر يكون التفاعل أسرع. يعني زي أنت يا سيدي كده لما تجيب مثلا مسمار تعمل له اشتعال، هيشتعل. طب لو جبت نفس الكتلة من الحديد اللي تكافئ المسمار الحديد ده، عملتها في صورة سلك الأواني أو السلك اللي بنقول عليه سلك المواعين في المطبخ ده، برضه من الحديد بنفس الذكر، بس ده السلك الاواني ده بياخد مساحه اكبر. لو اشعلت الاثنين على الشعلة هتلاقي سلك الاواني يشتعل اسرع لانه مساحته اكبر. المسمار ده يشتغل عليه برضه بس هياخد وقت اكبر، يعني ايه؟ سرعه التفاعل هتكون اقل. يبقى كلما زادت مساحه السطح تزداد سرعه التفاعل الكيميائي. تمام؟ طيب زي ما اجيب لك المثال هنا، سلك الاواني بيكون اسرع من مسمار من الحديد له نفس الكتله. العامل الرابع اللي بيزود سرعه تفاعل درجه الحراره، امر منطقي، كل ما زادت درجه الحراره كلما تزداد سرعه التفاعل الكيميائي، امر منطقي. علشان كده يا شباب احنا بنحفظ الاكل بتاعنا فين؟ ها؟ في الثلاجه. ليه يا استاذ؟ عشان خاطر اخفض درجه الحراره، يبقى لما اخفض درجه الحراره هيقل التفاعل، تفاعل ايه في الاكل؟ اللي هو التعفن بتاع الاكل، معذره، اللي الاكل لما يتعفن معناه حصل تفاعل كيميائي مع البكتيريا. خلاص؟ طيب انا لما اقلل درجه الحراره يبقى انا هقلل سرعه هذا التفاعل، عشان كده الاكل ما بيخرب لو حطيناه في المجمد او حطيناه في نحفظه في الثلاجه، لكن لو سبته بره الثلاجه الاكل هيخرب في خلال وقت بسيط جدا. يبقى كل ما زادت درجه الحراره تزداد سرعه التفاعل. كل ما قلت درجه الحراره تقل سرعه ايه؟ التفاعل. علاقه طرديه كلها. خلاص يا اولاد؟ طاقة الحركة طبعا بتزداد بزيادة ايه؟ سرعة او بزيادة درجة الحرارة، فتزداد التصادمات فتزداد سرعة التفاعل. ده التفسير حق درجة الحرارة. نتطرق للعامل رقم خمسة. طبعا معلش قبل ما نقول رقم خمسة يا اولاد، في علاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة. كل ما زادت، ها لاحظ معايا، كل ما زيد درجة الحرارة تزيد سرعة التفاعل، تزيد سرعة التفاعل، يبقى علاقة طردية. واضحة جدا. كل العلاقات على فكرة اللي فاتت كلها كده. تقدر تاخد العلاقة دي تمثلها على كل العوامل اللي ايه؟ الثلاث السابقه. علاقات كلها طرديه. طيب المثال اللي عندك، الاطعمه بتحفظ ليه داخل الثلاجه عشان تخفض درجه الحراره عشان تقل سرعه التفاعل. في الجزئيه رقم خمسه اللي هي المحفزات. ايه المحفزات دي؟ دي مواد كيميائيه بتتحط للتفاعل علشان تزود من سرعه التفاعل، بس خلي بالك المحفزات لا تشترك في التفاعل، لكن هي بتزيد سرعه التفاعل دون ان تشترك فيه، او دون ان تتاثر، او دون ان تستهلك. يبقى المحفزات التعريف بتاعها احفظه، هي مواد كيميائيه تزيد من سرعه التفاعل دون ان تستهلك، بمعنى ان التفاعل ده ممكن ياخد منك مثلا دقيقتين مثلا، لما تحط له ماده محفزه ممكن ياخد 10 ثواني. يبقى الماده المحفزه او المواد المحفزه بتزيد من سرعه التفاعل الكيميائي، بس ما بتشترك في التفاعل الكيميائي، تحفز لكن ما بتشتركش في التفاعل نفسه. خلاص؟ زي الانزيمات اللي موجوده في اجسام المخلوقات ايه؟ الحيه، دي موجوده في جسمنا يا اولاد. الانزيمات بتزود سرعه التفاعل، زي الانزيمات اللي موجوده في الفم اللي هي الاميليز، وانزيم البيبسين في المعده، ده بيزود سرعه التفاعلات. هو جسمنا فيه تفاعلات؟ ده جسمنا كله تفاعلات. يعني هضم الاكل ده في سواء في الفم او في المعده، ده كله عباره عن عمليات كيميائيه يعني. خلاص؟ طيب الانزيمات مثال لمين؟ للمحفزات. تمام؟ في ملاحظه كده حلوه جدا. الانزيمات بتعمل ايه؟ واحنا قلنا بتزود سرعه التفاعل، يبقى بتعمل ايه في كل طاقه التنشيط؟ اكيد بتقللها، زي ما احنا قلنا في اللقاءات السابقه، كل ما قل طاقه التنشيط تزداد سرعه التفاعل. طب الانزيمات بتزود السرعه، يبقى اكيد بتخفض مين؟ طاقه التنشيط اللي هي الاي اي او الطاقه المنشطه. والرسم ده بيوضح، رسم مهم جدا وحلو خالص خالص، يعني الرسم خليه بالنسبه لك شيء توضيحي، ما تخافش من الشكل الرسمي يعني. هنا دول الرسم بيضم منحنيين مع بعض. لو انت بصيت كده
هنا مقدار طاقه التنشيط انا قلت لك في اللقاء السابق في المنحنى مشابه لكده، دي المتفاعلات. القمه دي اسمها المعقد المنشط، حلو؟ يبقى المنطقه دي اسمها طاقه التنشيط. طيب ده المنحنى الاول اللي هو اللون الازرق ده. طب المنحنى اللي فوق ده اللون الاحمر، طاقه التنشيط شوف من فين لفين؟ من المتفاعلات اهي، الخط المنعقد ده لحد فوق كده اللي هو المعقد المنشط. يبقى دي طاقه التنشيط كلها لان مقابل للطاقه هنا يا شباب. يبقى طاقه التنشيط مع الازرق ده المنحنى ده منخفضه، طاقه التنشيط في المنحنى الاحمر ده اكبر. طب انهي في المنحنيين دول؟ يعني اي منحنى في الاحمر والازرق دول هو اللي بيتم بوجود طاقه بوجود محفز. المحفز بيقلل من طاقه التنشيط، يبقى اكيد اللي فيه محفز هو مين؟ المنحنى الازرق. عرفته ازاي يا استاذ؟ عشان طاقه التنشيط منخفضه يبقى التفاعل هيكون اسرع. يبقى لما يجيب لك رسومات زي كده يا اولاد، اي منحنيين الف مثلا او باء بمحفز وايهما بدون محفز. اللي بمحفز تعرفه من انخفاض قيمه طاقه التنشيط. اللي بدون محفز تعرفه من ارتفاع قيمه طاقه التنشيط، يعني الاحمر ده بدون محفز، الازرق ده بايه؟ بالمحفز. خلاص شباب؟ يبقى المحفزات خلي بالك لا تزيد عدد المواد الناتجه، يعني مثلا هينتج مادتين لما احط محفز هينتج ثلاثه ولا اربعه؟ لا طبعا، ولا تزيد ولا تقل، لكن هي بتسرع التفاعل فقط، تخلي التفاعل يكون اسرع في ياخد مده زمنيه اقل، لكن ما يغيرش المواد. اخر شيء المثبطات، ودي الوحيده اللي هي علاقات عكسيه، المثبطات عكس المحفزات. المثبطات هي مواد تقلل من سرعه التفاعل الكيميائي، على عكس المحفزات مواد تزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. المثبطات ممكن تتحط للتفاعل توقفه تماما، يعني حتى لو حطيت له محفز ورجعت حطيت له مثبط يوقف عمل المحفزات. تمام؟ عندك المثبطات اكيد تعمل ايه؟ لما هي بتبطئ التفاعلات اكيد بتزيد طاقه التنشيط، لان قلنا كل ما زادت طاقه التنشيط بتقل سرعه التفاعل، يبقى المثبطات تقلل من سرعه التفاعل لكن بتزيد من قيمه طاقه التنشيط اللي هي الاي اي. عايز مثال زي ما انا اخذت مثال للمحفزات ناخد مثال للمثبطات. المثبطات زي المواد الحافظه اللي بنحطها في الاكل بتخلي التفاعلات اقل، زي العلب اي مأكولات بناكلها معلبات والحاجات دي بتلاقي بتقعد فتره طويله. ليه؟ لان فيها ماده حافظه، الماده الحافظه دي بتعمل ايه؟ بتقلل من سرعه التفاعل. يبقى المواد الحافظه ومضادات الاكسده مواد تزيد من طاقه التنشيط فتقلل من سرعه التفاعل اللي هو التعفن للماده معذره داخل المأكولات او الحاجات المعلبات اللي بناكلها زي التونه والمربات والحاجات دي كلها. خلاص شباب، دي العوامل المؤثره على سرعه التفاعل اجمالا، وبكده نكون احنا انهينا العوامل المؤثره على سرعه التفاعل. وفقكم الله لما فيه الخير والرشاد. وبكده يا شباب نكون انهينا الباب الثالث، اخر شيء فيه العوامل المؤثره على سرعه التفاعل. ان شاء الله في اللقاء القادم هيكون عندنا مراجعه للباب الثالث كما تعودنا في الابواب السابقه. والى هنا والسلام عليكم ورحمه الله.